دلوقتي بعد ما ظبطنا الكلاس بتاعنا بقى فيه كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، بنقرا من test data files، بنقرا من property files. عايزين نموف اون to the next level which is remote test execution. في الحالة بتاعتنا we're using selenium web driver remote test execution، يعني هنستعمل selenium grid. If you don't know what selenium grid is ممكن تشيك اوت برضو الفيديوز اللي ليها علاقه بالموضوع ده في الكورس اللي ليه علاقه بالموضوع ده على تاس اوتوميشن يونيفرستي. بس احنا مش هنستخدم سيلينيوم جريد بس، يعني مش هنجو ستيب باي ستيب ثرو البروسيس، لا احنا هنجو دايركتلي ان احنا نستخدم سيلينيوم جريد اوفر دوكر كومبوز. عشان نقدر نعمل الكلام ده احنا محتاجين يبقى نازل عندنا حاجه اسمها دوكر ديسكتوب، منزلينه وعاملين له انستليشن تيك سم تايم. بعد ما يبقى داونلودد وانستولد نقدر نروح للهوم بيج بتاعت شافت انجن على جيت هاب. دخلنا جوه سورس مين ريسورسز دوكر كومبوز، هلاقي هنا 3 فايلز، واحد بيستخدم سيلينيوم 3 جريد، واحد بيستخدم سيلينيوم 4 جريد، واحد بيستخدم زيلينيوم جريد. I can go for selenium 4 grid لو البروجكت بتاعي بيستخدم سيلينيوم 4، and I can go for سيلينيوم 3 grid لو البروجكت بتاعي لسه مش upgraded. تعالوا نجرب نستخدم سيلينيوم 3 grid because it's much more stable. definitely بعد كده كلنا هنبقى بن upgrade لسيلينيوم 4. الفايل ده as you can see اسمه selenium3.yml. I can download الفايل نفسه or I can create file بنفس الاسم واحط فيه الداتا اللي انا عايزه. نروح في البروجكت بتاعي جوه source test resources، ممكن اجي هنا directly create new file اسميه selenium3.yml، اجي هنا ناخد file كله if I want to، اقدر ادوس raw. raw ده هيخليني اشوف الرو file بحيث ان انا اقدر اخد الكونتنت بتاعه كله، ومتأكد ان مفيش مشاكل مثلا في spacing او حاجة زيادة بتاخدت copy او كده. نسيب ده ونرجع هنا. ايه هو ال YML file ده؟ ال YML file ده عبارة عن docker compose file، ودي حاجة بيفهمها ال docker desktop اللي موجود عندي. بيقرأ الفايل ده وبيقدر يعد عليه يكريت multiple docker containers. كل كونتينر ده بيبقى سيلف كونتيند ماشين فيها الاوبريتنج سيستم وفيها كل التفاصيل بتاعتها، ونزل عليها شويه حاجات. فهي كرييت 1 ماشين هتبقى سيلينيوم هاب، وهي كرييت 1 ماشين هتبقى كروم نود، ولو انا عايز اعمل فايرفوكس نود اقدر برضه اشيل الكومنت من هنا. currently I'm not interested في فايرفوكس خالص. واكتشلي اللي انا عايز اعمله انا مش عايز اكرييت اونلي 1 كروم نود، انا عايز اعمل 2 كروم نودز. هلاقي هنا ان في شويه كومنتس مكتوبه تشرح الدوكر سيلينيوم والديفرنت فيرجنز، والكوماند ده لما بعمل له اكسكيوشن هو ده اللي بيخلي الفايل اللي انا فيه او اللي انا واقف عليه يحصل له اكسكيوشن بشكل سليم. فعشان اقدر ارن الفايل اي نيد تو اكسكيوت الكوماند ده. عشان اكسكيوت الكوماند بتاع دوكر كومبوز لازم اللايبرري دي تبقى نازله على اللابتوب بتاعي. اسهل طريقه ان انا انزلها هو ان انا اعمل داونلود لدوكر ديسكتوب واعمل له انستول. الكوماند ده سيمبلي انا اخده كوبي واقدر اجي هنا على الفايل بعمل رايت كليك اوبن ان تيرمينال، بيفتح لي هنا لوكال تيرمينال سيشن، تبقى مشاوره على سورس تست ريسورسز الدايركتوري اللي فيها الفايل. اقدر اعمل هنا بيست للكوماند. الكوماند ده نقدر نفهمه واحده واحده. دوكر كومبوز ده اللي بينده على اللايبرري بتاع دوكر كومبوز، داش اف بيعرفه ان في فايل معين، وده الباث بتاع الفايل selenium3.yml. اب ده الكوماند اللي بيخليه يقرا الفايل ويعمل النودز اللي موجوده يفتحها. داش داش سكيل ده كوماند اقدر استخدمه عشان بدل ما يبقى عندي 1 نود استخدم اسم النود اللي انا عايز اعمل لها سكيلينج. فاكتشلي انا مش عايز يبقى 1 كروم نود، انا هخليهم يبقوا 4 مثلا. I only need 2 بس هخليهم يبقوا 4. remove orphans ده اكسترا كوماند عشان لو كان عندي اي دوكر كونتينرز مفتوحه او مش مفتوحه، مقفوله ومرميه ما حدش بيستخدمها تتشال. وداش دي معناه detached عشان ما يفضلش مربوط
جوه اللوجز بتاعت الجريد. فاكشلي انا هشيل الداش دي عشان انا عايز يبقى مربوط دلوقتي باللوجز واشوف اللوجز بتاعت السيلينيوم جريد قدام. دوس انتر. الكوماند ده عشان يكسكيوت لاول مره هياخد وقت طويل، لان هو هيبتدي يشوف الايمجز اللي موجوده هنا دي لو هي على اللابتوب ولا لا، ولو مش موجوده فهيروح يعمل لها داونلود. كل واحده ممكن تبقى 200 300 ميجا 400 ميجا ماكسيموم وهكذا. اللي انا شايفه تحت ده هو اللوج بتاع السيلينيوم جريد. اللوج بتاع السيلينيوم جريد ده بيقول ان في هاب، الهاب ده دخل عليه 4 نودز، عمل ريجسترنج للاربع نودز. خلاص كده يبقى الهاب ام والاربعه نودز كروم 1 و 2 3 4 ار اب اند ران. لو عايز اشوف الكلام ده بقدر سيمبلي اخد اليو ار ال اللي مكتوب هنا في الكومنتس واقدر افتح اي براوزر وبص عليه، هلاقي فعلا سيلينيوم جريد از اب اند رانينج وفيها اربعه انستنسز، اربعه كروم براوزرز. اقدر في اللحظه دي اعمل ايه؟ اقدر افتح الكونفيجريشن مانجر. ومن الكونفيجريشن مانجر بدل ما اعمل لوكال اكسكيوشن على البراوزر بتاعي انا هعمل ريموت اكسكيوشن واختار الاوبريتنج سيستم لينكس، لان كل الاوبريتنج سيستمز بتاعه الدوكر بتبقى لينكس الا لو انت مغيرها، فبس الديفولت بتاعها لينكس. اختار البراوزر كروم، اختار هيدلس اكسكيوشن، وهكتب الاي بي والبورت بتاعه الجريد. الاحظ هنا ان انا بكتب بس الاي بي والبورت، مش محتاج ان انا اكتب اي تفاصيل ثانيه. هنا اهو الاي بي والبورت بس. فهنا اكتري هم لوكال هوست اربع اربعات، هم دول الاي بي والبورت بتوعي، فانا هكتبهم. ميك شور مفيش اي اكسترا ساينز في اي حته، جاست لوكال هوست اربع اربعات. جنريت اكسكيوشن بلاتفورم دوت بروبرتيز زي ما عملنا قبل كده اكتر من مره، اعمل له كات وبعدين هنجو انتو بروبرتيز فولدر بيست بليس. المرة دي لما يحصل execution الاكسكيوشن مش هيحصل عندي اصلا. I will go back to the test class، هعمل run للتست كلاس كله. اللي المفروض يحصل دلوقتي ان لما اعمل run للتست كلاس يبتدي يروح يكلم الجريد ويعمل execution على السيلينيوم جريد اللي هي موجودة جوه الدوكر. طبعا انا ممكن افتح الدوكر هنا عشان اشوف الكومبوننتس نفسها، الايمجز اللي مفتوحة شوفها من الدوكر ديسكتوب. هنا اهو هبقى شايف انه attempting to run remotely على لينكس على كروم وادي الهب، وفعلا it was successful to run. لو فتحت البراوزر وعملت ريفرش هلاقي ان واحده منهم بقت ديبد، ده معناه ان السيشن دي استيكن دلوقتي وبيحصل عليها اكسكيوشن. اوكي بعد كده هلاقي واحده ثانيه بقت ديبد. ليه؟ لان زي ما احنا واخدين بالنا ان احنا بنفتح البراوزر before method، فهو اخد ده في الميثود الاولاني وبعدين اخد التاني في الميثود التانية وخلص اكسكيوشن. هعمل ريفرش هلاقي الجريد بتاعتي رجعت تاني فاضيه. اللي بيحصل لما بنعمل اكسكيوشن ريموتلي على الجريد الريبورت مش بيفتح اوتوماتيكلي. ليه؟ لان ده بيكونترادكت مع اغلب السي اي سي دي بلاتفورمز وبيعمل مشاكل لو حاولنا نفتح ريبورت اوتوماتيكلي. هاو ايفر لو انا عايز افتح الريبورت ده لوكالي على المشين بتاعتي هلاقي ان في فايل هنا اسمه جنريت اللور دوت بات. اقدر اعمل الفايل ده open in explorer. طبعا لو انا ويندوز هيبقى بات، لو انا ماك او لينكس هيبقى sh فايل. دبل كليك عليه، مجرد اني ادبل كليك على الفايل هيبتدي generate report ويفتحه لي. ده الريبورت بتاع الرنايه اللي احنا فيها دلوقتي. عرفت الكلام ده ازاي؟ لان انا اقدر ادخل في اي واحده هنا في السيت اب هلاقي مكتوب attempting to run remotely على لينكس على كروم على جريد headless execution. again اكتب لي كل التفاصيل واقدر افتح اي assertion منهم، reference screenshot actual screenshot، ابقى متاكد ان هو run فعلا في المكان الصح اللي هو المفروض يرن فيه وعمل assertion وعمل كل حاجه. كده احنا عملنا remote dockerized execution على السيلينيوم جريد. كان الموضوع سهل مش كده؟